اهلا بكم حبايبي المتابعات الوفيات لقناة جمال الطبيعي بالوصفة. اتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. لو اول مرة تشوفوني فاشتركوا حالا في قناتي وحطوا لايك على اللايك. اليوم هنتكلم في ريفيو سريع جدا ومختصر ورأيي عن شامبو فيتو فوليوم لزيادة كثافة الشعر من باريس. هنعرف نعرف هل هو فعلا بيزود من كثافة الشعر، نشتريه ولا لا، وايه رأيي فيه وايه تجربتي معاه، فتابعوني للنهاية. عايزاكم تعملوا شير كتير للفيديو لو عجبكم، ولو لسه ما حطيتيش لايك فبعد اذنك حطي اللايك عشان تشجعيني، عشان كمان اليوتيوب يعرف ان دي حلقة مهمة ويبدأ يرفعها للناس اكتر. واكتبيلي في الكومنت عندك اي سؤال او استفسار او حباني اكلمك عن اي منتج، اكتبهولي تحت في الكومنت وانا ان شاء الله احاول قدر المستطاع ان انا البي كل الطلبات اللي بتجيني. الشامبو طبعا الغرض منه اولا واخيرا انه يكون بينظف فروة الراس، ده الغرض منه، ان هو يشيل اي اتربة، غبار، زيوت، كريمات موجودة على الشعر، والحاجات دي كلها بتسبب طبعا مع الوقت لو ما تنظفتش كويس بتسبب ظهور القشرة، ومع وجود القشرة بيحصل تساقط الشعر وغيرها وغيرها من الحاجات. فالشامبو الغرض منه ان هو بينظف فروة الراس، وشامبو ده احلى حاجة فيه ان هو فعلا بينظف الشعر الرقيق وفي نفس الوقت بيشيل كل الأتربة والزيوت المتراكمة على فروة الراس بشكل لطيف وبشكل هايل. كمان بيخلي مع الاستعمال تحصلي على تحس ان شعرك بقى ناعم. طريقة استخدامي ليه، كنت بستخدمه الاول ببل شعري كويس، دايما 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 حاولي تستخدمي مية تكون فترة، بعدي عن المية السخنة جدا لانها بتعمل جفاف في الشعر. بعد ما بلش شعري كويس جدا وفروة الراس ببدأ اخد كمية صغيرة من الشامبو ببدأ احطها على فروة راسي مع التدليك بلطف. احاول كده ان انا اعمل مساج خفيف عشان اساعد ان الشامبو يتغلغل داخل الشعر، وفي نفس الوقت اساعد ان الدورة الدموية تشتغل في فروة الراس، وبشطفه بالطريقة العادية بالمية. دي طريقة استخدامي ليه. لما باجي مشط شعري بسيب شعري يبقى مندي شوية او يبقى جاف، ثم بقوم بتمشيطه بمشط يكون اسنانه واسعة، وببدأ في التمشيط من اطراف الشعر وصولا الى الجذور. بالنسبة لرأيي فيه، انا شايفة ان هو من المنتجات الكويسة للشعر، خصوصا ان هو مش بينشف الشعر ولا كمان في مواد تأذي الشعراية. عيوبه ان هو بس عدد مكوناته يمكن انا شايفة ان هي كتيرة شوية، ولكن مفيش منها برضو مشاكل. بالنسبه لتنظيف فروه الراس هو بينظفها بشكل كويس جدا جدا من غير ما يسبب اي جفاف. في نفس الوقت كمان هو من الحاجات اللي بتحسسك شويه ان شعرك مفهوش هيشان، بتنيم الشعر وبتخليه سهل التسريح. بنستخدم الشامبو لما بنلاحظ ان احنا شعرنا فيه اتربه او اوساخ، وبنجيب معاه كمان شامبو طب تاني عشان ما يكونش فيه سلفات او صوديوم او حاجه، يكون خالي من الحاجات دي. نحاول قدر المستطاع ان احنا كمان نهتم بعمل حمام كريم او حمام زيت مره كل اسبوع عشان نساعد في تطريق، خصوصا لو كنا من عشاق ان احنا دايما نصبغ شعرنا ونلون شعرنا بشكل كبير. وبس ده رايي فيه. طبعا انتي كمان لو استخدمتيه يا ريت تكتبي لنا رايك، تجربتك ورايك مهمين جدا. تشتري او لا دي حاجه ترجع لك انتي، دي تجربه. بس كده حلقه النهارده تكون خلصت. اثبتي لي بحبك وان انتي وصلتي لحد النقطه دي عن طريق تحطي لي ورود، قلوب، اي حاجه، صلي على حبيبنا المصطفى في التعليقات تحت في الكومنت. واشوفكم في حلقه جديده. اعملي لايك، كملي شير، ما توقفيش الفيديو عشان يوصل للغير.